بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 24. اللهم وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا إن شاء الله لهذا العام على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في سياق ما حصل على المسلمين في غزوة أحد وما أصابهم في هذه الوقعة من الابتلاء والامتحان وما حصل من المؤمنين نحو هذا الحدث من الصبر والثبات والاحتساب توكل على الله سبحانه وتعالى وما حصل من المنافقين الذين يدعون الإسلام فإنهم انكشفوا في هذا الموقف انكشف نفاقهم وفضحهم الله
سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. ما أصابكم الخطاب للمسلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصابكم من الهزيمة والشدة وقتل من قتل منكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك لأن الكفار من أهل مكة من حولهم تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءوا بجمعهم وقوتهم لينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما حصل عليهم في وقعة بدر قبلها بسنة، إن حصل على الكفار في وقعة بدر هزيمة وقتل منهم عدد كبير وأذلهم الله، وأخذ منهم أموال وسلاح غنمه المسلمون منهم. لما رجعوا إلى مكة بهذه الهزيمة وهذه النكسة أخذوا يهيئون أنفسهم للانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجمعوا جموعهم وقوتهم وجاءوا إلى أن نزلوا عند جبل أحد قريبا من المدينة، عسكروا فيه، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار بقية المسلمين، خرجوا إليهم والتقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار. دارت المعركة فحصل النصر للمسلمين في أولها، ثم حصل من بعض المسلمين مخالفة أثناء القتال، حصل منهم مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم، فتغير الوضع، تغير الوضع وأحاط الكفار بالمسلمين من جميع الجوانب، وحصل على المسلمين نكبة في هذه المعركة. هذا ما أصابهم يوم التقى الجمعان. بين الله الحكمة في ذلك، أن الله سبحانه لم يجري هذا انتقاما من المسلمين ولم يجره لأن المسلمين ليس لهم قدر عند الله ومكانة، بل أجراه لحكمة عظيمة هي من صالح المسلمين. ولهذا قال: فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، حتى لا يجزع أحد من المسلمين، أن المسلمين يرضون بقضاء الله وقدره ولا يجزعون.
أما المنافقون فهم على العكس، جزعوا والعياذ بالله، وتخاذلوا. فالله أراد أن يميز أهل الإيمان الصادق من المنافقين أيضا، هذه حكمة أخرى عظيمة. أولا أن هذا قضاء وقدر ولا مرد له، وثانيا أن الله أراد بهذا أن يميز المسلمين الصادقين من المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم ليسوا على حقيقة، ليسوا صادقين في إسلامهم. وليعلم الله الذين نافقوا، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. المنافق يظهر الإسلام، يتكلم بالشهادتين، يصلي يصوم يتصدق في الظاهر، لكنه في قلبه لا يعتقد هذا، إنما يفعل هذا لأجل أن يعيش مع المسلمين، يسلم من القتل. فلما حصل هذا الامتحان انكشف ما عندهم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال لهم الصحابة أو قال لهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، لما رآهم تراجعوا، لأنهم لما تعاين التقى الجمعان المنافقون تراجعوا برئاسة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فرجع منهم 300 برئاسة عبد الله بن أبي، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 700 من المؤمنين الصادقين. تراجع المنافقون، تخاذلوا، عند ذلك دعاهم من دعاهم من الصحابة إلى أن يثبتوا مع الصادقين، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا لا تنهزموا لا تنصرفوا، قاتلوا في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله. وهذا الموقف ليس موقف انهزام أو تراجع، الموقف حرج، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذا لم تقاتلوا في سبيل الله على الأقل ادفعوا عن أموالكم ومحارمكم، لأن هؤلاء سيغشون المدينة وينتهكوا حرمة المسلمين. ادفعوا هؤلاء إذا لم يكن عندكم احتساب للقتال في سبيل الله، فعلى الأقل ادفعوا عن أنفسكم وعن أهليكم وأولادكم وأموالكم، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ماذا أجابوا؟ أجاب المنافقون بجواب فاسد، جواب بارد
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تقاتلون الكفار في هذا تبعناكم ساعدناكم، على عادتهم من التملق. سبحان الله، التقى الجمعان والكفار حانقون على المسلمين، جاءوا من مسافة بعيدة للانتقام من المسلمين، وهؤلاء يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا جواب بارد ولا يصدر إلا من مثلهم، لا يصدر من المؤمنين الصادقين. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. سبحان الله، هم جاءوا للنزهة، والكفار جاءوا للنزهة، إنما جاءوا للانتقام من المسلمين. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس الذي منعهم أنهم لا يعلمون أنه سيحصل قتال، هذا لا يقوله عاقل في هذا الموقف، لكن الذي منعهم بعدهم عن الإسلام وقربهم من الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا هو الذي منعهم من القتال، لا أنهم لا يعلمون أن هناك قتالا سيحصل بين المسلمين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقول المنافقون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق، أن يظهر الإنسان الخير ويبطن الشر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ليس الذي منعهم من القتال أنهم لا يعلمون حصوله، ولكنهم يكتمون الكفر ومحبة الكفار وبغض المسلمين، هذا هو الذي منعهم وسبب لهم النكسة، أنهم ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى القتال، ولا يرغبون مساعدة المسلمين، وإنما هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه جريمة ثانية وتعلل آخر باطل. لما حصلت المعركة وقتل من استشهد من المسلمين من استشهد، قالوا هؤلاء لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم يعني في النسب لا في الإيمان، لأنه لا أخوة بين المنافق والمسلم من جهة الدين، وإنما هي أخوة في النسب، لأنهم من الأوس والخزرج من أهل المدينة، والذين قتلوا هم منهم في النسب، بنو عمهم وإخوانهم. فالمراد بالأخوة هنا أخوة النسب. إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم شعيب، هذه أخوة
نسب وليست أخوة دين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن القتال, هم قعدوا عن القتال ولم يدخلوا فيه ولم يكتفوا بالقعود عن القتال, بل قالوا لو أطاعنا هؤلاء الذين استشهدوا لو أطاعونا ما قتلوا. مع أن الله قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, وهؤلاء يقولون لو أطاعونا ما قتلوا. فهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر, لا يؤمنون بالقضاء والقدر, ويردون الأمر إليهم هم لا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من آفات المنافقين, لو أطاعونا وقعدوا معنا وانخزلوا عن المعركة ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم ترون أنكم تدفعون الموت عن هؤلاء الذين قتلوا لو أطاعوكم فأنتم أولى أن تدفعوا الموت عن أنفسكم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت لا تدفعوه عن غيركم إن كنتم صادقين في قولكم هذا لو أطاعونا ما قتلوا. فالموت لا بد أن يأتي عليكم ولن تستطيعوا الخلاص منه. ثم قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, هؤلاء الذين قال فيهم المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا. الله جل وعلا سلى المؤمنين, سلاهم, فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله استشهدوا في معركة أحد أمواتا, لا تحسبنهم أمواتا كغيرهم من الأموات. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, ألاحظ قوله في سبيل الله, لأن العبرة أن يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صادقا مع الله سبحانه وتعالى, وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, هذا هو الذي في سبيل الله, كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء هذه شهادة من الله لهم, شهادة من الله لهم أنهم في سبيل الله, أنهم قتلوا في سبيل الله, شهادة من الله لهم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كغيرهم من الأموات, بل إن موتهم نعمة عليهم حيث خرجوا من الدنيا إلى نعيم الآخرة, خرجوا من الدنيا إلى نعيم الآخرة وفازوا بأجر الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء حياة برزخية, حياة القبر, هم ماتوا ودفنوا
وقسمت أموالهم وتزوجت نساؤهم فهم من ناحية الدنيا قتلوا ماتوا، لكن من ناحية الآخرة هم أحياء حياة برزخية. وجاء في الحديث أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة، قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. هذه حياتهم في البرزخ، وهذا فيه دليل على نعيم القبر. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. هذا فيه إثبات نعيم القبر، كما أنه يدل بمفهومه على أن غير هؤلاء لا يكون في قبره في هذا النعيم، نعيم الشهداء، بل أحياء عند ربهم، عند يعني مكانتهم عالية عند ربهم، فمكانتهم عند الله عالية وليسوا كغيرهم. فإذا قال الله عنده أو عند الله فهذا دليل على علو المكانة عند الله سبحانه وتعالى، عند ربهم هذه مكرمة عظيمة. يرزقون هذه مكرمة ثانية، يأكلون من ثمار الجنة ونعيمها ويسرحون في أنهارها إلى أن تقوم الساعة وهم على هذا النمط من العيش العظيم الكريم، فهم في نعيم. ثالثا فرحين بما آتاهم الله، فرحين بما آتاهم الله، ما حزنوا على الدنيا وما فيها، وإنما صاروا فرحين بما صاروا إليه، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعيم المقيم وعيش الشهداء عند الله. ويستبشرون، هذه رابعة، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بإخوانهم إذا قدموا عليهم، إذا قدموا عليهم يستبشرون بهم ويفرحون بهم ويتلقونهم. الذين لم يلحقوا بهم، لم يقتلوا معهم، لكنهم سيلحقون بهم، هم يستبشرون بإخوانهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ألا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، لأنهم قادمون على رب رحيم وعلى نعيم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم وجدوا عند الله خيرا منه. لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون عما مضى وما تركوا من الأموال والأولاد والزوجات، لا يحزنون على ذلك. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يستبشرون بنعمة من الله، يستبشرون دائما وأبدا بنعمة تتجدد عليهم النعمة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فضل منه سبحانه، زيادة زيادة على أعمالهم وعلى جزائهم، الله يزيدهم ويتفضل عليهم سبحانه بالإكرام والإنعام، لا ينقضي إكرامهم ولا ينقضي نعيمهم، بل هو يزداد فضلا من الله سبحانه وتعالى. وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، يستبشرون بذلك أن ما عملوه في الدنيا فإن الله لا يضيعه، بل ينميه لهم ويحفظه لهم ويضاعفه لهم، بشائر عظيمة، بشائر عظيمة. أين هذا من قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا، ويظنون أن قتلهم أنه عقوبة لهم وأنه حرمان لهم؟ الله جل وعلا بين مآلهم الذي صاروا إليه، وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم ولا ما أصابهم، بل يتنعمون بذلك. قد جاء في الحديث أن الشهيد يوم القيامة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم يقتل مرة ثانية في سبيل الله، ثم يقتل ثم يقتل، لما يرى من الثواب العظيم الذي يؤتيه الله للشهيد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه صفاتهم، هذا من صفاتهم، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلك أنه بعد المعركة وبعد ما قفل المشركون إلى مكة راجعين ورجع المدينة، دفنوا موتاهم وشهداءهم، دفنوهم في أحد، في مقبرة الشهداء المعروفة، رجعوا إلى المدينة ومعهم الجرحى، معهم الجرحى من المجاهدين في سبيل الله. لما وصلوا المدينة ودخلوا بيوتهم جاء خبر، جاءهم خبر من المشركين أن المشركين تلاوموا فيما بينهم وقالوا كيف تركنا بقيتهم، لماذا لا نرجع إليهم ونقضي على بقيتهم؟ فعزموا على الرجوع وأرسلوا مندوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيرجعون لأجل أن يغيظوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويغيظوا المسلمين، من باب التهديد في زعمهم، من باب التهديد وحرب الأعصاب كما يقولون. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أصحابه وأمرهم بالتهيؤ للرجوع إلى القتال، وفيهم الجرحى، فيهم الجرحى الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا لله والرسول وخرجوا مع الرسول، وفيهم الجرحى من بعد ما أصابهم القرح الذي أصابهم في أحد من القتل والجروح، هذا قرح
ومع هذا لم يفل من عزيمتهم، لم يفل ما حصل لهم من عزيمتهم، لأنهم يتدرعون بالإيمان، هم مثل المنافقين الذين يخافون من كل، يحسبون كل صيحة عليهم. أما المؤمنون فإنهم بإيمانهم لا يتزعزعون عند الشائعات وعند التهديدات وعند الشدائد، لا يتزعزعون، بل يزيدهم ذلك قوة وصلابة. بعد الذين استجابوا لله والرسول، لما طلب الرسول منهم الخروج بادروا وخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، استجابوا لله والرسول بالخروج وهم على هذه الحالة وبعد هذه النكبة، ما فل هذا من عزيمتهم قوتهم وإيمانهم بعد ما أصابهم القهر. للذين أحسنوا منهم، أحسنوا العمل، أتقنوا العمل والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين أصابهم ما أصابهم في أحد، خرجوا معه طائعين راغبين مستجيبين لله وللرسول، ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة، أو نزلوا في مكان يقال له بدر الصغرى، نزلوا في مكان يترقبون وصول العدو بإيمان وشجاعة وثبات. فلما علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طلبهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فأصابهم الرعب فرجعوا إلى مكة، وسلم المسلمون من شرهم، وفاز المسلمون بالأجر والثواب، وما ضرهم شيء. هذا نتيجة للإيمان والصبر والثبات والصدق مع الله سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم أجر عظيم، الذين أحسنوا منهم واتقوا، تقوا الله سبحانه وتعالى، أحسنوا يعني أخلصوا النية والعمل، واتقوا الله سبحانه، اتقوا معصيته وعذابه، لهم أجر عظيم في مقابل ذلك لا يعلمه إلا الله. الذين قال لهم الناس، الذين استجابوا لله والرسول هذه واحدة، ثانية الذين قال لهم الناس أي أبو سفيان وأتباعه، إن الناس أي الكفار قد جمعوا لكم، فاخشوهم، يهددون المسلمين يقولون أنتم شفتم مش عملوا فيكم، كيف تبون تلاقونهم مرة ثانية وأنتم خابرين عارفين ما حصل منهم معكم؟ ما فل هذا من عزيمتهم وإيمانهم. ما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا
زادهم هذا التهديد إيمانا بالله وتوكلا عليه وثباتا على الجهاد في سبيل الله، وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، الله كافينا، الله يكفينا شرهم، مهما توعدوا ومهما هددوا نحن لا نلتفت إليهم وإنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى، من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله هو حسبه. قالوا حسبنا الله، الله كافينا، هو قوتنا وهو عدتنا، لسنا نخاف من المخلوقين وإنما نخاف من الله جل وعلا، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء كما في الآثار. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي المفوض إليه أمور العباد، فالله وكيل بمعنى أنه موكول إليه أمور العباد، من أسماء الله الوكيل بمعنى أنه مفوض إليه جميع أمور العباد، يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في الحديث الصحيح أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لما وضعوه في المنجنيق وقذفوه في النار بينما هو في الهواء مقبل على النار، وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالها إبراهيم في هذا الموقف، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إبراهيم صارت النار بالنسبة له بردا وسلاما، ومحمد وأصحابه صار هذا الوعيد لهم زيادة في قوتهم وإيمانهم، وعادوا بأجر وثواب عظيم زيادة على أجرهم الأول. هذه المواقف، المواقف الصعبة، كيف أن المؤمن الصادق يثبت فيها؟ قال الله جل وعلا فانقلبوا، أي رجعوا إلى أهلهم وبيوتهم وديارهم بنعمة من الله، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، رغم التهديد والوعيد ولم يمسسهم شيء. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، فالله سبحانه حماهم وأيدهم ونصرهم وخذل عدوهم، كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء أدرى. فالشأن في صدق التوكل على الله، صدق توكل على الله، هذا هو الشأن. فإذا توكلت على الله فإن الله يكفيك، إذا صدقت في التوكل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وين التهديد اللي
بلغهم عن الكفار لم يمسسهم سوء، ذهب هباء منثورا واتبعوا رضوان الله، تبعوا رضوان الله. في هذا الموقف كان قصدهم أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى وأن يخافوا من الله، هذا قصدهم. والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل عظيم. ثم قال سبحانه مبينا حقيقة هذا الوعيد الذي جاء من الكفار، بين لهم حقيقته لهم ولغيرهم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما هذا الذي بلغكم من التهديد هو من الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه من الكفار، يخوفكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، أو يخوف أولياءه يعني المنافقين. هذا الخبر وهذه الشائعة أثرت على المنافقين لأنهم خافوا من ذلك، أما أهل الإيمان فإنها لم تزعزعهم. وهذه المواقف التي يبتلي الله بها عباده فيتميز الصادق في إيمانه من الكاذب، ولكن تحتاج هذه المواقف إلى إيمان وإلى صبر وإلى احتساب، وقل من الناس من يوفق لذلك. وأوفر الناس حظا في هذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخافوهم، لا تخافوا تهديد الكفار، إذا اعتمدتم على الله وتوكلتم على الله فإن الله يكفيكم. الشأن في صدق التوكل، ولا تخافوا من الكفار. الآن يهددوننا بأمريكا، ويهددوننا باليهود، ويهددوننا بالدول الكافرة، ويهددوننا بما عندهم من القوة، الله أقوى منهم سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم. فقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فعلق قلبك بالله، فإذا علقت قلبك بالله فلا تخف من غيره سبحانه وتعالى. وخافوني، والخوف من أعظم أنواع العبادة، الخوف من الله من أعظم أنواع العبادة، فعلق خوفك بالله ولا تخف من غيره، لا تخف من غيره. ما في مانع الخوف الطبيعي، تخاف من العدو، من تخاف من الثعبان، تخاف من السبع، تخاف، هذا خوف طبيعي تستعد له بالوقاية، ما في بأس. لكن أن تخاف الخوف الذي معه ذل، الخوف الذي معه ذل ومعه ضعف، هذا لا يكون إلا مع الله سبحانه وتعالى. ألا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلامة الإيمان بالله الخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على دينه،
إلى يوم نلقاه، وأن نصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال مخصصة في شهر رجب، وهل الصيام له مشروعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخصص بعبادة دون غيره، فالذي يخصص شهر رجب بعبادة من العبادات هذا مبتدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب عبادة خاصة، وليس له فضيلة على غيره من الأشهر، فالذي عنده عمل ومستمر عليه يستمر عليه في رجب، أما أن يخصص شهر رجب بعبادة فهذا بدعة مردودة. نعم. يقول: ما حكم إرضاع الكبير من أجل أن يصبح محرما للمرأة؟ هذا لا أصل له ولا يصبح محرم للمرأة، لأن الرضاع في الحولين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هذا وقت الرضاعة. أما إرضاع الكبير فهذا قول شاذ لا عمل عليه. نعم، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر سهلة بن سهيل بن عمر أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، لأنه يدخل عليهم ويخالطهم. هذه قضية خاصة لا تستعمل في غير موردها وموقعها، وهذا بإجماع أهل العلم إلا من شذ منهم فلا عمل على هذا. نعم. تقول: هل من نصيحة لمن يحرمون النساء من الميراث؟ الله جل وعلا جعل الميراث حقا للرجال والنساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فالمرأة لها حق من الميراث على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما الذين يحرمونها من الميراث هم أهل الجاهلية قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فتقرر حق المرأة من الميراث، ولا يمنعه إلا ظالم، لا يمنعه إلا ظالم. وجاء في الأثر أو في الحديث أن من منع
أحدا من ميراثه فإن الله يمنع ميراثه من الجنة، نسأل الله العافية. ألا يجوز منع النساء من الميراث الذي جعله الله لهن؟ نعم. تقول: زوجتي أربعة ابن، أختي خمس ربعات، يمص الثدي وتأخذه ثم يمصه مرة أخرى خمس مرات، هل يعتبر هذا ابني من الرضاع؟ نعم، إذا مص اللبن وقبل الفطام مص اللبن خمس مرات فهذا نصاب الرضاع المحرم. الحديث الصحيح عن عائشة: خمس رضعات معلومات يحرمنا. والرضعات المراد بها المصات، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم. يقول: هل هناك سن محدد للأطفال ليكونوا في مدارس مختلطة؟ لا تختلط الإناث مع الذكور، لا يجوز هذا. وإذا خلطوا في سن مبكرة فهذا تدريج لهم على الاختلاط، تربية لهم على الاختلاط، وهذا احتيال، هذا احتيال من أعداء الإسلام. يعلمون أن المسلمين لا يرضون بالاختلاط، قالوا: لا، خلوه في المرحلة الأولى في الأطفال، يعني أول شيء يبدأ ثم يتطور بعد ذلك. هذه حيلة ماكرة والعياذ بالله. نعم. يقول: توفي عمي وكان لديه رغبة في أداء العمرة فنويت. نعم. توفي عمي وكان لديه رغبة في أداء العمرة فنويت أن أعتمر عنه، وقد أخبرت بذلك والدي، فهل يصل أجر العمرة، علما أني قد اعتمرت عن نفسي عدة مرات؟ إن شاء الله يصل أجر العمرة، وما دام أنك اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام فيجوز أن تعتمر لغيرك، ويصل ثوابها إلى الغير بإذن الله. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنيابة في الحج والعمرة. نعم. يقول: بعض الناس يؤجر البقالات ومحلات قطع الغيار على العمال بما فيها من البضائع، ما حكم ذلك لأنه لا يثق في العامل؟ هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن هذا مخالف للنظام، نظام العمل ونظام الاستقدام الذي وضعته الدولة، لا تجوز مخالفته، لأن هذا من معصية ولي الأمر ولصالح المسلمين. الأمر الثاني أن البضائع لا تؤجر، البضائع تباع بيع بثمن يملكها المشتري، والبائع يأخذ الثمن، أما التأجير لا تؤجر البضائع. نعم. يقول: هناك جوارب طبية مفتوحة من أمام القدم وطويلة فوق الركبة، وتلبس بطريقة خاصة وتلبس طوال اليوم ولا تخلع إلا عند النوم، فهل يجوز المسح عليها عند كل صلاة ووضوء؟ نعم، إذا لبستها على طهارة، إذا لبستها وأنت متوضي كامل الطهارة وهي ساترة للرجل فيمسح عليها بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. ما الحكم في من أخر ذبح الهدي إلى اليوم الخامس عشر، فهل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه الهدي بعد الثالث عشر، آخر أيام ذبح الهدي يوم الثالث عشر. هذا هدي التمتع أو هدي القران، أما هدي التطوع فلا بأس يذبح في أي وقت، هدي التطوع لا بأس يذبح في أي وقت. وكذلك هدي الجبران، إذا كان إنسان عليه هدي من جهة أنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة
أو ارتكب محظورا محظورات الإحرام لا مانع أنه يذبح الهدي الذي يجبر هذا الترك في أي وقت تيسر له ذلك. نعم. يقول هل ينتقل إلى الصوم إذا عجز عن الذبح؟ ينتقل إلى الصوم. نعم. يقول ما حكم من يمزح في كلامه بالتطير كأن يقول عندما يرى قطا أسود الله يستر، يقول ذلك مازحا؟ لا يجوز المزح في مثل هذا، التطير لا يجوز، شرك، لا يجوز الإنسان أنه يتطير بمعنى أنه يتشاءم بالأشياء، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يمزح في هذا، هذا ما يجوز فيه المزح. نعم. تقول السائلة جاءت من أجل العمرة من منطقة بعيدة وجاءها العذر في الميقات، فهل تحرم وهي حائض أم تدخل مكة وإذا طهرت تحرم وتؤدي العمرة من التنعيم؟ لا يجوز لها أن تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، ولو كانت حائضا تحرم وهي حائض، لكن إذا وصلت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض وتغتسل، فأداء العمرة لا بد يكون بعد الطهارة، لكن الإحرام ما في مانع، تحرم وهي حائض، ولا يجوز لها تجاوز الميقات وهي تريد العمرة بدون إحرام. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يلزمه طواف الوداع، إن أراد أن يطوف للوداع زيادة خيره وأيضا خروجا من الخلاف لا بالاحتياط لا بأس، أما الوجوب ما يجب عليه. نعم. وما حكم الذهاب للمزارات إلى منى وعرفات والمشعر الحرام للمعتمرين، كذلك جبلي أحد وثور؟ كل هذا من الخرافات، النور وثور، كل هذا من الخرافات ومن ضياع الوقت ومن البدعة التي يأثم عليها الإنسان. لا يذهب إلى عرفات إلا يوم عرفة، يوم عرفة هو حج يذهب إلى عرفة، لا يذهب إلى منى إلا أيام التشريق وهو حج، لا يذهب إلى الجبال، لا جبل ثور ولا جبل حراء ولا غير ذلك، لأن هذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى جبل حراء ولا إلى غار حراء بعد البعثة، ولا كان يذهب إلى غار ثور، إنما ذهب إليها في وقت الحاجة، في وقت الحاجة يوم كان يختفي عن المشركين قبل البعثة، ولما هدده المشركون ولما أراد الهجرة اختفى في غار ثور حتى ذهب عنه الطلب، فعل هذا للحاجة، ما فعله لأن الغار له فضل ولا له، وما في تخصيص لأي غار يحصل لك به مأوى تسكنه أو تقيم فيه.